طيب الآن استعرضنا طبعا احنا نتائج التحليل بالنسبة للفريم، وأيضا استعرضنا نتائج الخاصة في الرياكشن. الآن بالنسبة للسلاب تذهب إلى السلاب ديفليكشن، تقوم بالضغط على أنالز آل، فراح يبدأ في عملية التحليل بالنسبة إلى السلاب، ويقوم بعرض إليك النتائج الخاصة في السلاب طبعا على حدة. طبعا الآن راح يجري عملية التحليل على كل البروجكت، وتضغط على شو بروسيس حتى تشاهد أن كيف راح تجري العملية، وتشاهد أنه هل أنه راح يعطيك فتح خطأ معين خاص في عملية النمذجة وعملية الأحمال بالنسبة إلى السلاب. الآن تلاحظ بعد انتهاء عندك عملية التحليل اعطاك الريزلت الخاصة في السلاب، تلاحظ انه الآن في الأسفل حول لك على السلاب ديفليكشن فيو، يعني هذه هي كنافذة او كطريقة تحليل، واعطاك فد ستيتس يعني فد حالة معينة خاصة وتلوين معين، واعطاك فد رينج معين يقرأ لك من السالب الى الموجب، وهذا يعني لك مقدار المومنت السالب ومقدار المومنت الموجب. طبعا الان بشكل بسيط تستطيع ان مشاهدة الديفليكشن اللي ده يحصل عندك والمومنت اللي يحصل عندك الان حاليا في السلاب بكل بساطة يعني. فلو تذهب هنا على الريزولت اللي موجودة الان، تلاحظ انه ده يعطيك ريزولت ديفليكشن اوكي، والريزولت اللي هي موجودة عندك في اتجاه الاكس، وريزولت تايبز الخاصة فيها هي توتال. طبعا تستطيع ان تقوم بتغيير هذه الاعدادات حتى على اساسها يقوم بيعطاك عندك انه في الاساس ده يعطيك التوتال يعني في كل واحدة يعني بالاساس. فتلاحظ انه الان في اي نقطة معينة لو تتجه وتقوم بالضغط عليها فراح يعطيك المعلومات الخاصة فيها. لو تضغط على ستيتوس في هذا الشكل يمكن يعطيك الحالة سواء كانت يعني فشل او نجاح، طبعا هذه كحالة تصميم وليس كحالة يعني كحالة خاصة في عملية التحليل. احنا الان نتكلم عن عملية التحليل تماما يعني. فهذه هي هو هذا القسم الخاص في عملية التحليل. ما عندك هذا، عندك هنا قسم خاص في عملية التصميم يعني سلاب رينفورسمنت، واللي راح نتكلم عنه في قسم التصميم.